طيب الآن وصلنا دائرة كهربائية بسيطة فيها مقاومة وفيها مصدر جهد. إذا حابين مثلا نتأكد إذا كانت الدائرة تعمل بشكل صحيح أو بدون مشاكل، فجرب تضغط على switch on اللي هو تشغيل، فحتجيك هنا في الرسالة على الجهة اليمين the circuit is on and is correct، يعني الدائرة عندنا متوصلة بشكل صحيح وهي تعمل الآن. طبعا ممكن تقول لي يعني إيش الفائدة الآن من دائرة بالشكل هذا؟ طبعا الفائدة منها هو أول شيء إنك تعرف توصل الدوائر منطقيا بالدوائر الكهربائية، لكن طبعا هذه دائرة بسيطة ما تعني لنا الكثير إلا إذا أضفنا لها أجهزة قياس وطلعنا منها بعض الفورمولاز أو القواعد أو القوانين. فخلينا الآن ما نركز على هذه قبل ما نستعرض بقية الأوامر الموجودة هنا، علما بأني في بعض الأوامر هنا ما تعمقت فيها وأتركها لكم يمكن تكتشفوا بعض الأفكار فيها. أنا بصراحة يعني ما قريت الهيل بشكل متعمق، لكن راح أعطيكم الأشياء اللي أنا قدرت أستوعبها. فلو تيجي مثلا على زر اللي جنب سويتش، طبعا الآن هي سويتش أون معناته شغال، لو تحب تطفيها تضغط سويتش أوف، فتلاحظ يتحول من أحمر أخضر هو الآن أون. فلو ضغط على كلمة solution قال لك circuit solved. الحقيقة solution ميزتها هي إنه إذا ركبنا معها أجهزة قياس، لأن أجهزة القياس في هذا البرنامج تعني لي إنه احسب لي التيار أو احسب لي الجهد في منطقة معينة. فلذلك الآن أنا ما عندي أي أجهزة قياس مركبة، فممكن إني أجرب أعمل بعض الأجهزة. لو تيجي بالشكل هذا زي الزرادية، لو تيجي تأشر على السلك فراح ينشال، ثم ترجع تختار مثلا خلينا نختار أميتر أو جهاز قياس التيار. طبعا شكله ما راح يتركب بشكل صحيح بالشكل هذا، فتروح تاخذ الروتيشن تول فتضغط عليه راح يتحول الشكل، ثم بالواير تكمل الكونكشن بالشكل هذا، برنامج جدا بسيط. ثم تعمل سويتش اون من جديد. لاحظ هنا في السولوشن، هذه السولوشن طبعا انا ممكن اقفلها عشان اوريك كيف تجي. هو الان سويتش اون، الان لما ضبطنا الاميتر اعطاني قراءة اي 1، انا ممكن اخلي هذه اي بس بدون اي 1 لو حبيت. فطبعا في الجدول هنا ما له اي قيمة، فالقيمة راح تظهر لما اعمل solution. فتم تحط solution هتلاحظ انه طبق لك قانون اوم بناء على العنصر اللي انت ركبت جهاز القياس الاميتر، فقال لك الجهد اللي هو احنا حاطينه 10 على 1000، عفوا على 100 ألف اللي هو 100 كيلو اوم، طلع التيار 100 مايكرو امبير. فهنا يخليك تتأكد من الحلول خصوصا في الواجبات. أنا ما أنصح باستخدامه في تحليل الدوائر الكهربائية، ولكن للتأكد من حلك ممكن نستفيد منه بشكل واضح جدا. طبعا بالنسبة للإكويشنز هنا، لو حبيت تعرف دالة مثلا داخل النظام هذا، فهو راح يعطيك قائمتين بالفاريبلز، قائمة بالفاريبلز والمتغيرات اللي موجودة في الدائرة اللي هي الـ R في I بناء على اللي احنا أعطيناه في المكونات اللي متاحة هنا. كل ما زودنا مكونات راح تظهر المكونات هنا. ثم الـ Operation، يعني هل انت تبغى تعمل بينهم جمع، ضرب، قسمة، أقواس. فكل اللي هتسويه مثلا لو نبغى نحسب، احنا نعرف القوانين، طبعا القوانين هذه انت اللي تدخلها لأنه يقولك type in equation،
أنت اللي تعرفها في النظام. فلو قلنا الـ R equal هي resistance في هذه الحالة equal خلينا نقول هو قانون أوم، طبعا الـ R equal V على I في، طبعا ما تكتب V لأنه لازم تستخدم إيش الـ variables هنا، V تقسيم هذه القسمة تقسيم إيش الـ I. فتعمل بعد كده فيريفاي او تاكيد ان المعادله حق تبعك صحيح. ف incorrect equation i1 notation non defined. لاحظ انه احنا حاطين i1 ولكن في الحقيقه احنا مسمينه هنا i، فلذلك لازم ايش نعمل تحديث، نعمل switch off ثم نعيد ثم نروح للequation. فراح تلاحظ انه الآن الفاريبلز كلها تبع تسميتها جت مطابقة للتسميات اللي موجودة فعلا على الدائرة. طبعا هذه التركات البسيطة قد تكتشفها أنت مع الوقت، ما هو بالضرورة إنك تكتشفها من البداية. فنعيد المعادلة R equal V تقسيم ال I الكارنت. طبعا الآن نعمل فيريفاي فيقول لي correct equation، ممتاز. طبعا هذه بالنسبة للمعادلة كيف نعرف equations في البرنامج هذا. بلاش الفورمولاس لأني لسه ما تعمقت فيه صراحة، ولا الجرافس لأنه طبعا لما يكون في عندك أكثر من نافذة مفتوحة يقول لك no enough room، فقفل النوافذ اللي الزايدة ثم اضغط مرة، اقفل هذه كمان ثم اضغط مرة ثانية يعطيك لي الشكل اللي هو الجرافس. طبعا الجرافس هذا انا راح اخصص له ان شاء الله حلقة لحاله لانه يحتاج وقت كبير، وطبعا في الهيلب جد مشروح كل شيء حول هذا الموضوع، فراح اترك هذا الموضوع اشرحه فيما بعد. في حاجة عندنا اسمها الـ equivalent circuit. الـ equivalent circuit طبعا تحتاج برضو ان نشرحها في وقت لاحق، لذلك انا خليني اروح اتوجه للافكار اللي لها علاقة بالـ AC وبعد كذا نحاول اننا نختصر، عفوا نوفر حلقات متعمقة نشرح فيها خصائص البرنامج الإضافية اللي ما قدرنا نغطيها الآن. فلو حاولت الآن تضغط على الدي سي كارنت تحوله إلى اي سي فما راح يقبل، راح يقول لك هل لازم تحفظ العمل هذا قبل ما، لأن النظام الآن هذا موجود على أساس إنه دي سي، فأنا راح أعمل له كنسل. لكن طبعا لحظة أنا لازم أشيل هذا، فبحاول اني انسخ الدائرة هذه مع انه احتمال انه ما يقبلها، واجرب احول او افتح ايش don't save، وحولنا الان على AC وعملت لصق. للاسف ما قبل انه يعمل لصق لان المصدر اللي كنت انا مستخدمه كان AC فما راح يقبله في النظام هذا. فتقدر تعمل نفس الطريقة هنا توصل. طبعا انا لي هدف انه استخدم الـ AC هنا، اعيد يعني الدائرة هذه لهدف بسيط عشان نشوف بعض الاختلافات اللي ما بين الدائرة لما تكون توصل AC و DC بالنسبة للبرنامج هذا كخصائص له. طبعا انا راح اكمل التوصيل اول شيء ثم بعد كذا اعمل تيست على الاوامر اللي متاحة. طبعا الآن الدائرة on وقال لك ان الدائرة correct. لو كان فيها اخطاء راح يقول لنا ان فيها اخطاء، وهتلاحظ ان المصدر هنا AC والمقاومة نفس الطريقة. وتقدر هنا الميزة هنا طبعا في الفرق بين AC وال DC هو التردد، فال AC هنا نقدر نغير في التردد، فهنا الملتبلاي حق التردد ممكن نضرب في اللي هو تايمز اللي هو معامل الضرب فيه
هنا من 10 وهنا مضروب في 10، هنا مقسوم على 10. فلو حطيت هنا 100 راح يصير 10، لو حطيت هنا مثلا 230 المفروض يطلع 23، كأنك تقسم على 10. فلو حبينا مثلا ناخذ 60 هرتز وهو المأمول فيه في السعودية مثلا، هذا بالنسبة للتردد. طبعا القيم ممكن أنت تغيرها حسب ما تحب، مقاومة نفس الكلام. طبعا الجمال في هذا البرنامج إنه سلس، يعني ما في تعقيدات كثيرة، هو برنامج رسومي، كل شيء تعمله بالماوس والأزرار. فلو ضغطت، حاولت أضغط الآن على، طبعا بالنسبة للسولوشن نفس الكلام، ما دام إنه ما حطينا فولت ميتر أو أميتر فما راح يعطينا شيء، عشان كذا لازم إيش نحط جهاز أميتر عشان يعطينا التيار أو الجهد. بالنسبة للإكويشن بنفس الطريقة نقدر نعرف معادلات. خلينا من هذه الثنتين قلنا نشرحها لاحقا. نروح للأسلسكوب، لاحظ هذا الأسلسكوب، وطبعا هنا موضح لك إيش الرسم هذا، هو بالنسبة للفي تي اللي هو مصدر الجهد اللي عندنا. فحاول إنك تشوف إيش الآن التردد 60 هرتز، فلاحظ إن لما نلعب في التردد أو نغير فيه، لاحظ الرسم معي، وهذا يمكن يبدأ يخليك يكون عندك إحساس بالدوائر الكهربائية وإحساس بمعنى تردد. فلو تلاحظ إن التردد هنا هو عبارة عن التردد، ببساطة هو تلعب في التايم أو في الزمن، لأن التردد العلاقة بين التردد و العلاقة بين التردد والزمن هو ببساطة إنه عكسية طبعا، وكلنا نعرف هذا الشيء، إن الـ F equal الـ F اللي هو التردد 1 over T، where F is frequency and T is time. فالزمن هو العلاقة العكسية بالتردد، كل ما زاد التردد أو زادت السايكل، عدد السايكلز في الثانية، كل ما قل الزمن. لما نروح للبرنامج مرة ثانية، فالآن لو واحد يقول لي طيب أنا أبغى أرسم التيار مثلا، أبغى أشوف شكل التيار في المقاومة. طبعا التيار في المقاومة لو رسمناه راح يكون متطابق، لأن تعرف إنه في الأحمال المادية اللي هي المقاومة resistive load، الـ V والـ I دائما حتكون ما في بينهم فرق طور أو ما في phase shift. فلو راح نقدر نرسم التيار هنا، بس لا راح يتطابقون على بعض، فلذلك يمكن ما تلاحظ في الرسم بشكل واضح. فعشان أول شيء فتحت في الدائرة وراح أركب إيش، طبعا أميتر، فراح أغير البوزيشن أو شكله، ثم أكمل الدائرة، ثم نعمل تشيك الدائرة كوريكت. لاحظ الآن أعطانا الجهد اللي هو باللون الأزرق. لو حطيت على التيار، هذا هو التيار، لحظة هنا عفوا، هذا التيار.